اوكي السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم مره اخرى. صباحكم مبروك او مساءكم مبروك. فاليوم عندنا وصفه جد سهله، وصفه للناس الرياضيين، بالنسبه للناس اللي طلبونا على وصفات رياضيه. عندنا وصفه افطار متكامله جد جد سهله وجد لذيذه كيف ما عودناكم دائما. فاليوم تنحب نشكر كل الناس اللي تيراسلونا، كل الناس اللي تيبعثوا لنا رسائل على الوصفات اللي حضروها من خلال الوصفات اللي حضرناها، فشكرا لكم. نخليكم تشوفوا الوصفات اللي حضروها الناس والتعالق ديالهم كيف ما كتشوفوا الان. فانا جد 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 سعيد ان نالت اعجابكم وان الناس يطبقوا الوصفات وناجحه معهم 100%. فتنتمنى ان كل وصفه تكون ناجحه معكم وتكون جد سهله. شكرا لكم على الاشتراك، شكرا لكم على مشاركه الفيديوهات مع كل الناس اللي كتحبوهم، شكرا لكم على الدعم. وما تنسوش انكم تكتبوا الوصفات اللي حابين تشوفوهم تحت في التعليقات، وان شاء الله وحده بوحده نحضروا كل الوصفات. فشكرا لكم، خليكم على الفيديو جد سريع وجد مفيد خصوصا الناس الرياضيين. فاول شيء سنقوم به هو تحميص الخبز. لو كانت عندكم محمصة للخبز فهذا احسن، ان لم يكن عندكم في مقلاة ساخنة فقط نضع الخبز قليلا على اول جهة ثم نقلبه على الجهة الثانية. نقوم بإزالته، نقوم بوضع ثاني قطعة ثاني جهة ثم نقوم بإزالتها. نقوم بوضع قطعتي الخبز، نضع الجبنة، ثم نضع التركي هام مرتديلا أو أي نوع ثاني من الكولد كات، نضع ثاني قطعة من الجبن، ثم نقوم بإغلاق الخبز بإحكام نفس الطريقة. لتحضير الكريمة نحتاج إلى بيضة، نحتاج إلى القليل من الحليب حوالي ملعقة كبيرة، قليل من الملح، قليل من الفلفل الأسود، والقليل من الفلفل الأحمر الحلو. نخلط الكل ثم نضع خبز التوست بالكريمة، نغطسه جيدا مثل الطريقة ثم نقلبه إلى ثاني جهة. نأخذه ونضعه في صحن صغير. في مقلاة ساخنة نضع ملعقة من الزبدة ثم نقوم بوضع الخبز، نقوم بقلبه على ثاني جهة ثم نعيده على الجهة الأخرى إلى حين أن يصير متحمس من كلتا الجهتين بنفس الشكل كيف ما بتشاهدوا. فالرائحة جد جد زكية والمذاق أكيد غادي يكون جد جد رائع. فنأخذه على جنب ثم نأخذ ماء محضر سابقا جد مغلي، نقوم بإضافة ملعقة واحدة من الخل الأبيض، ثم نقوم بنفس الحركة نأخذ ملعقة ونقوم بتدوير الماء في نفس الاتجاه. فمن بعد دوران الماء في نفس الاتجاه نأخذ بيضة واحدة ونضعها في الوسط. فهنا من الأحسن أن أصفر البيض يكون طازج وما يكونش مطبوخ، لكن هذا يعتمد على حسب ذوقكم وعلى حسب أنتو كيف حابين البيض يكون. فمن بعد دقيقة لثلاث دقائق، وهذا على حسب البيض كيف حابينه مطبوخ جيدا أو مطبوخ قليلا، نقوم بإخراج البيضة ندعوها في صحن ثم نمر إلى التقديم. في صحن للتقديم نضع الخبز الذي حضرناه ثم نضع البيضة من فوق.